فضيلة الشيخ، هل يجوز تحويل دورات المياه عزكم الله إلى مصلى؟ تحويل دورات المياه إلى مصلى؟ أي نعم، يعني يصلي وهي لا تحويل حمام؟ تغييرها، ها يعني هدها وردها وتغييرها. أنا سأسأله، لماذا لا تجوز الصلاة في الحمام في المراحيض؟ لأنها مكان النجس. لأنها نجس. وإذا أزيل وطهر زالت النجس فتجوز الصلاة؟ تجوز، بس أقول أن أسأل سؤال. أنت لا تسأل. نعم، الآن الأرض إذا كانت نجسة وطهرتها بالماء ألا تجوز الصلاة عليها؟ فالأعرابي الذي جاء وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ماء ثم طهر ويصلى به. كما أن القبور لو نبشت وجعل مكانها مسجد جازت الصلاة فيه. ألم تعلم أن المسجد النبوي كان فيه قبور المشركين ثم نبشت وجعل المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ فهمت؟ إذن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. الآن يوجد تطهير المياه بمواد كيماوية، المياه النجسة المجاري هذه إذا ألقي عليها المواد الكيماوية وطهرت صارت طاهرة، ما فيها شيء. وخذها عند القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.